يعني اعطيك الخطة تصير انت تعطيها لا ما ابي الخطة لا ما ابي دائما نوصل ل اخر شيء والفوز ما يقدر مركزنا الحقيقي كان السابع والثامن الرياضة كذي الرياضة كذي انت قاعد قبل في شيء ما تدري عنه اصلا وخلك طول عمرك كذي صراحة تزعل كنت شوي متخوف والله قاسية وكان واضح اللي هني عقب بطل اوكي ان شاء الله وايد 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 متغير وضعنا طبعا اهم شيء الواحد ما يقص على نفسه الشجاعه تطلع ان تقول ان انا غلط هذا الشجاعه هذا الشجاعه بين سباق وسباق كلام طويل كل سباق يعني جاز فيه وبين بطوله وبطوله عمل كبير اي بطوله عالم بحرين مرشح بحرين خطير على اللغط هاي الخيل ما شاء الله تقول احنا نبي نروح بطولات العالم فاجأتنا في البحرين وبين تحضير وتأهيل وسفر تصير أمور فيها الكثير ما حد يأخذ السباق قبل وقته رأيي أنا شخصياً لا إيه اللي عنده شيء ما يصير تقررين لي في قرار لكن هذه بطولة عالم فرحتها أكيد غير شوف هاي أنت اللي تفكرين فيه واللي أنا أفكر فيه أكيد بفكر وما بيروح عني التفكير في النهاية غاية لازم تصير موسم تعبنا فيه مو عشان نكون فقط مشاركين انت تعطي رقم شنو؟ رقم واحد اسماء خيل بعد قوي نبي نفوز ما نجحنا بهالطريقه يا هدى مو يعني ان ما نجحنا في طريقه معينه يعني انها غلط يمكن الغلط ان ما عرفنا نستخدمها صح يمكن الغلط ان غيرنا الطريق من غير ما نتحمل تعب يمكن الغلط ان نبغي نثبت راينا وفقط مو بشرط بتقعد في احلامك طول عمرك ولا بتوصل دار ولا بتوصل مكان مو بشرط تخلينا الخيل في محك لازم نكون حذرين اكثر عن قبل واحد لا يتكلم في شيء ما يعرفه عالم صعب يتفق فيه رايين عالم فيه دبلوماسيه واللي بين السطور يفهمه بس المقصودين عالم كل ما قلنا فيه وصلنا نكتشف انه ما له خط وصول والطريق طويل عالم يتقدم فيه العالم مثل ما احنا نحاول نتقدم فيه عالم بسرعه تتغير فيه الاحاسيس يمكن حد منا يكون حساس زعلك السؤال اللي سالته هذول مش متابعين خليك على احلامك عمر الواحد اللي ماشي على الصح ما يخسر بس احيانا لازم نعرف هل طريقنا صح او خطا ليش شاكه من ليش ابد ما عندي ولا ذره شيء ما في شيء مستحيل عن شيخ ناصر
بطولة العالم، وش كثر تكلمنا عن هالبطولة في هالموسم، في كل حلقة وفي كل لقاء وفي كل مناسبة، شنو جهزنا وين وصلنا ومن ضفنا ومن استبعدنا وشنو هي توقعاتنا، لكن أبداً ما سألنا شنو هي أحلامنا. حلمنا واضح. يمكن حد منا يكون حساس. شنو الشيء اللي كان يبي ترى احنا كنا هذيلا مش متابعين خير، هذيلا انتم متابعين كرة قدم. حد لا يتكلم في شيء ما يعرفه. لا مستحيل، مفتني ما يصير. دائما اقول يا ريت. اكيد مين ما يزعل. انا مثل الامور المفروض ما نغلط فيها. قبل السباق ومجرياته، ما حد منا ما بيتذكر سباق الجونيور قبل سنتين وشلون الأغلب كان يرشح علم البحرين، وشلون كانت نتائجنا وشنو قال سمو الشيخ ناصر وقتها. الكل كان يتكلم عن مستوى البحرين، الكل كان يتكلم عن الخطورة اللي قدمت البحرين لخصومها، الكل كان يشوف مستوى الخيل في المراحل. حظوظ وتوافيق، انا مو من الناس اللي تؤمن في الاشياء هذه، انا اؤمن على يعني قدر ما احنا حطينا من مستوى ومن من من جهد راح نحصل. انا فالحين المهمه الاكبر هي نفس هذا المكان السنه القادمه، يلا يا رب ان نقعد نفس القعده ونفس المكان السنه الجايه ونعرف ان شاء الله شنو هو يعني اللي ينتظر. ذكريات ترى ما راحت عن البال، ولا نسينا شنو صار فيها من كلام، وشفنا بعيننا شلون كان الاستعداد والتجهيز وشلون كان تطبيق الكلام. هذه السنة كانت غير عن كل السنين اللي مضت من ناحية تجهيز وإعداد. سنة كان إعدادنا فيها في البحرين صج غير. إذا أنا بشوف الأبروتش اللي إحنا مشينا فيه في السنوات اللي طافت مقارنة بهالسنة، حلو؟ بقول ان احنا اخترنا هالسنة ان احنا الخيل اللي بتشارك في بطولة العالم ما تكون خيل محطوطة في محك عندها سي في مثل ما شفنا اسامي الخيل اللي شاركت في بطولات العالم السابقة. الخيل اللي عندها سي في، يعني لو انت لو ترجعين حق تاريخها ترى الخيل استهلكت وايد سنة ورا سنة سنة ورا سنة سنة ورا سنة. وانت نعم تجيب خيل عنده هستري عنده خبرة وعنده أمور، بس في النهاية يمكن يعني من كثر ما انت استهلكته الحصان ما يقدر يخلص السباق. ترى انت لازم يوم بتشوف لازم تشوف سي في كل شيء. شوفي هالسنة ان شاء الله يعني الخيل دربناها وكل شيء الحمد لله عارفينها، يعني كل حصان عارفينها وكل فرس عارفينها. لو كانت على سباقات عالية اتفق وياك، بس لما تكون على بطولة عالم لا تختلف القرارات. لا تخاطر في خيل ما سوت لـ 160، توه بتكشفها في 160. أغلب بطولة العالم اللي أنا شاركت فيها الخيل اللي عندي ما وديته محك قوي. أنا بالنسبة لي مهم. مو بشرط. مو بشرط. ما نجحنا بالطريقة يا هدى. إحنا ما نجحنا بطريقة إن نخلي الخيل في المحك. أيوة. ونيبها سليمة. أتمنى هاي الشيء إن تكون صحيح. أتمنى هاي الشيء يكون صحيح. إحنا راح نسوي جميع الأمور بالهدف واحد الفوز. الخيل لما تعطيك في تجربة سابقة. أنا دائما أقول إذا حصانك عندك حق بطولة عالم حطه في تجربة، وهي التجربة اللي تسقله واللي يتجهز لك عقب التعامل معه. ما بشرط الخيل يأخذ من حق قوي، يمكن هالمحك اللي أنا بوديه إياه في سباق إن كان سواء في موسم الإمارات أو موسم البحرين ينهي لي الخيل. أنا بشكل عام ما أتفق، لأن أيام خيل أصلاً ما عندها ريكورد ما عندها سي في ولا شيء تسبق العالم كامل. أنا من مؤيدين أن الحصان يثبت روحه لي. أنت اليوم لازم تتبع أسلوب ثاني، لا تتبع الأسلوب اللي كل مرة قاعد تطيح فيه وتغلط فيه. صح. أنت تكون منافس قوي حق الإمارات. نعم الإمارات يمكن المنافس الأقوى، بس في كل بطولة لازم نسأل هالسؤال. إذا بتقارن لستتنا بلستة الإمارات، أوكي، مثل نعم. ما قارناها العام، إيش بتقول؟ أسامي خيول البحرين مش معروفة، أو أن أدائها ما كان متوقع منها قبل. أي حد دائماً ما فيها فرق كبير، ما فيها فرق كبير، يعني حتى في بعض عندهم خيول ما انحطت في محك مثل هذه السنة. أنت لو تلاحظين هم العام ترى ما دشوا بسامي،
دشوا خيل مع معروضه هالمره ما قلبوا إيه؟ هاللي بيشاركن باكر ولا واحد شارك في دبي منافسه كلهن مريحات حق هاليوم ايه ما يخلينا نقول الامارات بقوه هالسنه هم ركزوا على الاسامي اعتقد ويعني يمكن ساعات اذا انت تركز على البطل نعم اذا هو سليم اقول لك انا اكيد 100% انا ادش في البطل الحين شوف اختيارنا للخيل حق كاس العالم كان قبل لا يبدا موسم الامارات ان هالخيل خلاص اذا البطوله قائمه هاي خيل بطوله العالم نعم احنا تطورنا احنا وصلنا فضل جلالة الملك الله يطول عمره وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد داعمين لنا نعم بس اذا انت تقولين يعني احنا قاعدين نتطور يمكن اكثر منهم ما اكثر منهم موسمهم صاعدهم حتى هم عندهم البيسمنت عندهم الستاندر الشيخ ناصر عنده درايه تامه بخيله والسنه عندهم رئيسات ومعسكرات ويعني حاطين شغل جبار فاكيد ما اختاروا الا الافضل لهالبطوله نعم. يعني تقول لي ان الامارات لا عندنا علينا عندنا بحرين تكون من المرشحات دائما يعني اي بطوله عالم بحرين مرشح بحرين خطير على اللغط يعني الامارات عارفه تاكدي 100% ان جايين بكل قواتهم دخل بحرين احطه من اوائل المرشحين انا صراحه مرشح لاسبانيا اسبانيا تكون لها بعد حظوظ كبيره شفنا الخيل و... خيل يعني مادية في أوروبا يكون جدا خطر فوق راس السباق كان ويانا وغير السنة هذا وتم عندنا و... وأهل خيولة حتى صار البحرين و... Why you chose to train in UAE? It's the best situation in the everything with the sun, with the conditions, with everything. Is it good to train horses in that environment to run here yes. in this environment? 100% yes. This is my feeling. If was pass all the summer there, maybe it's not so different. But when you're training in Europe, it's difficult because in the winter you don't have races. In the winter, the weather is cooler. تعرف قبل سنتين محمد السبوسي قبل السباق قال لي كلمة وعقب السباق لما خلص عادها علي قال قبل السباق كنت أبي يصير 1-2-3 وعقب السباق صار اللي أبي 1-2-3 شنو الشيء اللي كان يبي ترى إحنا كنا نلمسه إحنا اللي ميودين البيس مو هو اللي ميود البيس هاي واحد من الأمور يعني الأمور اللي صارت إنه هو كان محظوظ إحنا مو محظوظين خلنا استبعدت واستبعدت من الليم اللي كان في الماضي كان لكن خيلنا اللي وصلت أسماء خيل بعد قوي بس يمكن في بعض الخيل جديدة هاي اللي أنا أبي أعرفها قوية كل ما شفتوها وايد جي بانكسر يمكن هو الأكثر شهرة بين الباقين عندك الحصان جي بانكسر الحصان نحط في محك العام وتجرب الحصان يوم السابع تاخذ اي خامس حصان وتجرب وشفنا قوه الحصان وعارفين امكانياته زين قول لي شنو اللي عجبك فيه اللي لان في ناس مو معجبين فيه لا عجبك كيف هاي رايه يعني ما يصير بعد اقول لفلان تعال خلي الحصان يعجبك غصب ما يعجبه على اي اساس مو خيل بطوله عالم هاي الخيل هو اللي مثلا اللي قبل خيله هو اللي بتعجبه خليه بخيله اللي يقول ما يعجبه يب خيله ويشارك عدل ما عدل عدل وانا غلطان هاي كيف يعني عجبه ما عجبه يعني رأي الشخصي شنو اللي عجبك صدق فيه اللي يعني قولوا لي تحبه وايد اللي عجبني فيه ان حصان طيب عشراته طيبه حصان راكض 160 حصان بطوله عالم حصان بطوله عالم وحصان ما شاء الله عليه ترى هو ترى خبره البارد حقي 160 انت محتاج البارد شوي حصان يعني مركز في اللوبات بتقول لي شنو هو يحتاج جي بانكسر عشان يفوز يحتاج ان شاء الله نمشي على خطه ان شاء الله باذن الله وبنمشي على خطه ان شاء الله من سمو الشيخ ناصر الله يطول بعمره وان شاء الله بنوصل وهيرة بطلت كاس جلالة الملك مع منال الفرس اللي بركبها فاجأتنا في البحرين فيمكن تفاجئنا باكر هني فرس منال يمكن الشقرة يمكن ليش تشككت في هيرة فرس منال؟ ما جربت اللي بتشوف الخيل اليوم بيقول يمكن هيرة مو
فرس بطولة عالم، ايش بتقولين؟ يمكن اوافقهم الراي او يمكن اختلف معاهم، يعني يمكن غيري افهم في هالشيء. شنو تحتاج هيرة عشان تفوز؟ هيرة تحتاج انها تكون مينونة فقط. كل ما هيرة تتخبل بتركض بينا، ما نبيها تزعل بين المراحل. هيرة اذا زعلت بين المراحل مصيبة. اذا تمللت اذا زعلت هي تزعل، اذا كانت هابي مصيبة. هيرة احسها حق مسافة طويلة، يعني اختيار اسمه الشيخ ناصر بن حمد لها اختيار صح، يعني هو شافها في 120 اللي ركبتها قبل، شافها في 160، فرس حق مسافة طويلة. شوف اعرف الناس وعارف يقول لك اوه الحصان مثلا مو بخبرة، والحصان ونفس الحكي بينقال عن هيرة بعد. انت مدربة؟ انت تدري عنه؟ والله من تم جاب له في ذيك اليوم ما تدري، خليك على احلامك، تقعد قبل في شيء ما تدري عنه، وخلك طول عمرك كذي قاعد بس تقول لا هذا يعجبني هذا ما يعجبني، ولا بتوصل دار بهالنظريه. عدلهم عدل عدل، ها هذه صح هذه خطا، ما بتوصل، بتقعد في احلامك طول عمرك، ولا بتوصل دار ولا بتوصل مكان، اقعد بس اقعد قول الا هذه والله حصان ضعيف، والله حصانهم كنا شوى، قاعد. وبابل مع رائد الحصان الجديد اللي ما نحط حد ضغط، والحصان اخترناه لانه كان حصان صراحه يعني هيلثي هورس وحصان ساوند، وعطانا مؤشرات طيبه. ما حالف الحظ يصادف انه يركض في سباق ويا مثلا خيول، لكن تمرن مع نخبه خيول. بابل شنو يحتاج عشان يفوز؟ لا يفوز، هذه كلمه فوز ما تقدر تطبقها على اي شيء. ليش؟ اللي اتمنى اكثر ان احنا نكون نشتغل بطريقه بروفيشنال اكثر، لان احنا كل مره ناخذ الرسك. نفس ما انا قلت لك اول ما جينا ايطاليا العام يعني قلت لي جناحي لا ليش، قلت لك لا. وابيل مع الزايد. ابيل فرس معروفه، قد اركضت في البحرين وياك الثالث مع دانا، وبعد عارفين الفرس وعارفين الكواليتي مالها، وسوينا لها طبعا غير ال 160 طبعا جربناها في 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 تراك ابو ظبي، وسوت 120 بس ما انضبطت فيه. اما اسمه الشيخ ناصر فمع كالندريا، والعين عليها طبعا اكثر من الباقين. كالندريا انتم ما شفتوها الا توكم صح؟ يعني كانت يعني كم من يوم شايفينها؟ ايش رايك؟ توب ما شاء الله. يعني نخلي كالندريا على صوب والباقي في صوب؟ اكيد. إيه. هذه الخيل الخمسه اللي بتمثل البحرين، بس صدق شنو يحتاج كل واحد فيهم عشان يفوز؟ كل واحد من هالخمسه يحتاج شيء عشان يقدر يوصل ويفوز، هاي الاشياء اللي انا ابي اعرفها. شنو الاشياء اللي تبين بتقول لي؟ اذا ما ضلع مو كلام. بتقول لي اذا قلبه خد دقيقه بقول شنو كلام. ايوه. بتقول لي اذا ما تعب علاش بقى؟ ما بقى شيء. يحتاجون كل شيء. الركاده في هذه السباقات والتوزيع الصح. يعني كل واحد فيهم يحتاج كل شيء عشان يواصل. كل شيء. لازم يكون الجو زين له، لازم الفارس يكون رايح معه، لازم القروم اللي يشتغل معاه يكون زين، لازم الاشياء اللي ياخذها بين المراحل تكون دقيقة. كل شيء. سموها لا طول في عمرك. عارف إمكانية الخيل؟ من الخيل اللي يقدر يغامر فيه يندفع قدام، من الخيل اللي تكون باك اب. هي عرف الخيل او يعني بشكل صحيح. الخيل الكواليتي هو اللي بيفرض نفسه. اتفقتوا ولا ظليتوا مختلفين؟ اتفقنا وظلينا مختلفين؟ لا اتفقنا. على اتفقنا ان الخيل هذه هي اللي بدش. وغيره؟ لا ما صار اي تغيير، ما ترددنا في اي شيء. اكيد بفكر والكل بيفكر شلون نقدر ننافس ونفوز، شلون نقدر نرجع للمنصة من جديد. شوفي انت اللي تفكرين فيه واللي انا افكر فيه اللي يمكن كلنا نفكر فيه واللي كلنا نفكر فيه، ترى كل الدول تفكر فيه. ناس ما انت تصرفين فلوس هم يصرفون فلوس، ناس ما انت تجتهدين هم مجتهدين، ناس ما انت تشتري خيل ترى هم يشترون خيل. هني عقب يبقى لك الاجتهادات،
الاجتهادات وطبعا اللي بيتميز. هذه هي اللعبة، وهذه في كل مكان. يمكن طولت وايد قبل أن ندخل السباق، يمكن حللنا وسمعنا وجهات نظر تختلف، يمكن في ناس تحفظت وفي ناس قالت اللي في قلبها، ويمكن في ناس تعمدت أنها ما تطلع قدام الكاميرا. المرحلة الأولى طبعاً هي كانت الأطول في السباق، وفي النقاط الثلاثة اللي وقفنا نشوف فيها كان الوضع متشابه تماماً. جعفر والزايد والشيخ ناصر يقودون المجموعة، وراهم الإماراتيين والأسبان وباقي المشاركين، يعني البحرين هي من تسحب البيس في هذه المرحلة. وصلت الخيول بنفس ما صار في المرحلة، خيولنا دخلت وجعفر أول من طاف وبعده منال، الاثنين في أقل من دقيقتين. الزايد ورائد بعد عدة وقبل الثلاث دقائق بس. نحن واكتبي البلنتي ضيع كل شيء. ها؟ تاوين 160 تاوين نص. ثلاث أربع دقائق. تتعوض المرحلة الأولى. إيش كثر بيتأخر؟ أربع دقائق يمكن. أربع خمس. ما أكثر. مو أكثر من خمس؟ كالاندريا تأخرت 8 دقائق بس دامها في أول المراحل. هل نقول كان في أمل أنها تقلص مع الخمس المراحل الباقية؟ الإمارات الكل عدى من غير تأخير، ولحد الحين المجموعة اللي قدام كبيرة. المرحلة الثانية بنفس سيناريو المرحلة الأولى، بس الفرق أن كالاندريا مب معاهم. الإمارات الخمسة في وسط المجموعة الأولى، أشهر الخمسة هو كدابرة من F3 وهالة من M7. هالرأسين بيكونوا خطيرين. هالة ترى هي كانت بطلة العالم. أعرف كنها هي. حق الجونيور. سباق جونيور 120 كيلو تفرق مليون في المية عن سباق 160. مسافة طويلة، الوزن يختلف. وإذا بتقارن لي إياها بكدابرة شو بتقول؟ ليش تضحك؟ عادي. انا مشكلتي هاي فيها قصه ضحكه ترى. لا انا ما اعرف، انا اعرف في حد يعني يوم اتكلم بيحسسون ربي. وانا ما يحسسون اسماعيل، يقولون الاعلام واسماعيل يتكلم. انا ارشح كدبره. كدبره حصان قوي، حصان له اكسبيرينس في ريسين 160، كاس شيخ محمد وكاس رئيس الدوله بوزن. هاي النتائج تكلمنا عنهن. كدبرة بعد حصان حط بصمته. لا انا ويا هالة مو كدبرة. كدبرة انقطع يمكن سنتين عن المراكض، انقطع سنتين. ما تجربت في 160؟ يعني انت تعتقد ان هالة مو فارس 160؟ لا والله، هالة مقدمة سباقات طيبة في أوروبا. أنا ما أقدر أتكلم عن الخيول أي مدرب، أنا أتكلم عن الخيول يعني. إذا تسأليني أنا قلت شو، ما قلت كل، لكن ما أسمح لك لأن لا. أنت قلت أنت جاي اليوم مع المنتخب، فما أسمح لك أن أنت ما تتكلم. لا ما يعني، يمكن حد منهم يكون حساس على الكلام عشان شيء ما يقول والله إسماعيل يحلل عن الخيول. أنا متفائل في هالة صراحة. هالة أنا من محبينها قبل لا أستوي رايدر هالحين. أنا قبل أرشحها
فرس توصل المرحلة الأخيرة عنده مخزون يعني ما استهلكت ما شاء الله عليها هالة في القلب في سير إذا بتشوفيني باكر إن شاء الله هالة فرس بطل 23 كيلو ما تغير شيء في السباق ويمكن تقولون أنه يمكن هذه من المرات القليلة اللي نشوف فيها فريق البحرين وهم اللي يسحبون السرعة اليوم سمو الشيخ ناصر سوى الخطة ممتازة اللي هم كلهم يتمون يا بعض وايد وايد سرعتنا وايد زينة بالعكس هما الجروب اللي ورانا خافين ايه؟ بالعكس كل مانيا ود البيس ايه؟ يعرفون هما إننا خافين يزيدون يونا ومشى على سرعة معقولة وصار هو يعني في الليد في السباق صار الناس كلها تتبع الجروب اللي هو سواه احنا اعتقدنا كذي في البداية بس لما سألتهم قالوا لا والله احنا ما تبعناهم احنا ماشيين على افرجنا وما اعرف الصراحة يعني اذا كان هاي الشيء صح ولا غلط لا تم ورا ولا نحط خلنا قدام اريح خلنا ورا بالمنطق احنا طول عمرنا كنا نعرف ان الامارات هم اللي يسحبون البيس فما توقع هاي الكلام صحيح لا الافرج التوتال كان على 21 ما وصلت لا ما في سرعه معينه شوفي في سباقات اوروبا ما ترمي تحطين سرعه معينه لان في تركات يسمح لك ان تسوي سرعه في تركات لا لازم يخفف يمين يخفف احنا كنا مو مستايلين في المرحله الاولى قلنا كم بيسيرونهم نحن بنسير وياهم المرحله الاولى والثانيه قلنا ست مراحل قلنا نحن بنشوف يعني السير اذا شفناه مناسب نحن وياهم اذا شفناه يعني وايد خاف نحن بنجبر انه يصير على اللي نحن نبغاه سبحان الله يعني كل ما احنا نيود البيس هم يلحقونا نخليهم هم يودون البيس يودون 21 هم بعد يبون يعني يبون يودون جروب واحد مثل ما تقولين ما يبون يفتلون فهم عندهم نظره حق المرحله الرابعه والخامسه والسادسه ترين تتونا يعني حتى ما وصلنا نص السباق في المرحله إيه؟ سبيد لكن الليفرج كان 21 وللمرحله الثانيه بعد نفس الشيء في هذه المرحله كان كل التفكير مع كالندريا هل سمو الشيخ ناصر بيزيد السرعه ولا في خطه ثانيه في باله كالندريا كانت فرق 6 دقائق عن اللي قدام يعني لو نمشي على حسبة ان كل مرحله يقدر يقلص دقيقتين فبنقول يمكن لحين الامل موجود جعفر ومنال عدوا في أقل من دقيقتين لكن تبون الصج أقدر أشبه هذه السباق أنه مثل قطعة شطرنج أول قطع ويمكن أهمها تراجع بعد المرحلة الأولى لكن في الثانية خسرنا الفرس أفيل مع الزايد والحصان بابل مع رائد اللي كان اختياره على أساس أنه حصان ساوند والله ضلعت الفرس اللي عندي وحسيت في الروت؟ لا والله ما حسيت اللوب بالعكس كانت وايد زينة في اللوب ايه يعني احنا شفنا في اللوب وما كان في اي مؤشر انها هي بتطلع اي والله حتى ما كان اي مؤشر حتى في اللفات عندك يوم خفت روت ما كان مبين يعني ان الفرس فيها شيء بس بعد بابل ليش بابل يطلع ورا مبين واضح ايه بس فرسي يعني كانت شوي هي رايحه خفيف وفي الرده ما كانت تبين واضح بس استبعدونا انهم ما بعد لهم نظره دائما نقول يا ريت ان احنا ما دائما نخسر في المراحل الاولى دائما نخسر في المراحل الاخيره اوكي بس ما تخسر ديارك واسلحتك في المرحله الاولى او الثانيه الشيخ ناصر صح قلل الفرق لست دقائق لكن في الفحص خذ جريب الاربع دقائق يعني صار بينه وبين الاول اكثر من ثمان معقوله هذه كالندريا؟ كالندريا عطتني مؤشر في المرحله الاولى والثانيه مو بالمؤشر الصحيح مو كالندريا اللي اعرفها ايه مو كالندريا اللي احنا نعرف كلنا اليوم كل مو احنا الوسط الرياضي في البطولة في القرية اليوم نصدم في أداء كالندريا كالندريا ما تنضرب بلنتي في المرحلة الأولى كالندريا ما تكون نيرفس من الجمهور أو من المحيط ذي كالندريا عمرها 15 سنة فبالتالي ناضجة فصعب ان تقول لك ان هي نيرفس صدمتني وحتى أعتقد صدمت سمو الشيخ ناصر ما كان ما حق ضف ما شي يقولون ما حق ظهيرك إلا وايد اتفق معك على هاي الكلمه يقول لك ما حق ظهيرك إلا ظفيرك البحرين صفوا على 3 والامارات على 4 تعرفون من اللي استبعاد كدبره من منتخب الامارات اثر عليها
أتوقع يعني يسمعون طاح من عنده. حرام ما ينخسر كدبرة على موضوع وزن صح؟ والله شوف ال. تصرف خاطئ. أكيد تصرف خاطئ. هم حاطين الوزن، حاطين كل شيء، ما توقعوا حتى ممكن حتى الرايدر الموازن. وزن كان زين الصراحة، هو تقريبا 77. يعني مثل هالأمور المفروض ما نغلط فيها، نظهر بسبب العراجة، نظهر بالميتابوليك، نظهر يعني شيء إنه يسوى نظهر منه برا، بس ما نظهر بأغلاط. يعني هاي الأغلاط المفروض ما نغلطها في بطولة عالم. غلطة تصير غلطة. ما أعتقد إنها هي تصير في بطولة عالم. مستحيل يعني. ضيع البطولة هذه عشان وزن كيلوين. خمسة قالوا. لا 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 ما عليك الكلام. مو خمسة. هذا الكلام اللي قالوا لي بس قالوا لي كيلو. خمسة كيلو ولا اثنين كيلو؟ سمعت إن في خمسة كيلو. أنا بعد سمعت خمسة ما يقولون لك اثنين. حتى اثنين. القانون واضح صار. القانون يقول لك إنك أنت تكون ملتزم 75 كيلو. اللي متضمن السرج والنعناع أقل من 75 كيلو لو 100 جرام ممكن يعطي حقية للحكم أن يستبعدك. فنبالك أنه حتى كيلوين اللجنة وايد صارمة في قراراتها. صارمة في قراراتها ولا كانت فير؟ هي ما بقول تصارمة في قراراتها، أنها ما تهاون. الكل يتعادل في عملية الوزن، كلها هناك حيادية فيرنس في السباق، لا ما في زعل. ناخذ حذرنا وما نعطي اللجنة أي شيء غلط يمسكون علينا، نكون على القوانين اللي هم حاطينها ونمشي على اللي يبونه. ما رمحكم لك، ما أقدر. شاطر في الدبلوماسية. ما أقدر. جدا شاطر. لا والله لأني ما أنا ما أدخل والله ما أدخل. لا 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 ما حد شوف ما حد يبى يظهر بهذه الصورة. وخطأ يتحمل الفارس والمدرب. أكيد اللي يتحمل المسؤولية المدرب والفارس. الفارس ما يتحمل المسؤولية. ليش يتحمل الفارس؟ الفارس عبد البامور. أركب أركب أركب. أنا أحمل مسؤولية المدرب. صورة المنتخب ما تكون جيدة. هي ما الصورة هاي ما تنحط على فريق معين، لا هي تنحط على الإمارات. فهاي اللي نحن ما كنا نتمناها. تصويروا عليه شوي تو قليل برا. نريا شوي هذا أعصابه والله أنا رحت لهم بس ما حد رضى يحاجيني. الثالثة والرابعة ما تغير فيهم شيء. المجموعة الأولى نفس ما هم بعد الاستبعادات، بس جعفر ومنال ما صاروا هم اللي في المقدمة، صاروا تقريبا في آخر المجموعة. كيف مستحيل 160 مفتوح؟ مستحيل ما في تخطيط من الحين. ولا ليش فريق البحرين خافوا في دي المرحلة؟ خلوكم تجدمون. ما خافوا. لا خلوكم قدامهم. إسبان اللي قدام. منتخب الإسباني. وإحنا وراكم. لا بالعكس سيرهم زين، السير هذا وايد زين، ليش نحن نحط خيلنا في الضغط بعدنا؟ يعني ما حتى ما قطعنا نص المرحلة. في هذه المرحلتين ما تغيرت وايد أشياء، بس إنه كالاندريا مع الشيخ تأخرت في اللوب وتأخرت في الفحص بعد. نيرفس؟ كان شي فينش؟ Now go to recheck with my heart. How about her? والشيخ حمد مع غزال طلعوا بعد فحص المرحلة الثالثة. شيخ حمد hard luck ها؟ أكيد مو راضي عن الاستبعاد. راضي كل الرضا سالم إن شاء الله الحين بيطلع الأول إن شاء الله. منتخبنا ترى كان يمشي وايد زين، خطة محسوبة. لحد الحين وضعنا ممتاز، من راسين قدام. طبعا يكون صان سابق مرتين في البحرين وقلبه ما شاء الله ياخذ دقيقه ويدفع. خيلنا تي يعني من زمان ما شفنا خيلنا، يعني تي تفحص يعني من اول الخيل ومرتاحه، فهذا انا كان قصدي انه يعني وضعنا صعب. تعرف ليش؟ لان نفس ما قلت للحين احنا في نص السباق. اي بس انت لين نص السباق انت الحين خلصتي وضعت فوق الممتاز. منو اللي فرصها فاجاتني صراحه؟ بطلات كاس الملك جعفر ثالث كاس الملك. خيل جربت قدام عيننا
في خيل ما تجربت يعني نرجع ونلف ونلف زين ونشوف الخيل من اللي تجربت جام عيننا وشفناها في محل. ليش بتفضل جي بانكسر على هيرا؟ يعني انا اشوف كذي. ايه انجب السبب في كل شيء يعني مثلا حتى لو في المرحله الاخيره صار تنافس صار دي جي بانكسر انا اثق فيه اكثر من هيرا. جي بانكسر في المرحله الرابعه طاح بس كمل ويا رب ما ترجع لعبه الاستبعادات من جديد. بس كالاندريا صارت متاخره اكثر من 13 دقيقه. أنا حنوا جدا في مرحلة حساسة. والله قاعد أفكر شو بيصير. لأن ما أعرف يعني بعد بيصير في اختلاف ما إذا كانت البحرين حاليا فرصتها في الفردي أقوى من الفرق أو العكس. أنت وجهة نظر صحيح. اليوم إحنا لو خسرنا جوال واحد من الجيال الموجودة أعتقد أن إحنا في وضع خطر. خلاص يعني خرجنا من الفرق. نبتدي ننافس على الفردي. الحين الحظوظ انا اقول لك تخلصت من الفردي اكثر الفرق الا اذا صارت مغامره من الفريق البحريني انه بيضغطون على خيلهم يبون الفردي والفرق يخلونه لازم يكون يفكرون في الفردي. محمد عكس ترى قال ممكن ينافسون على الفرق بس الفردي لا. انت تختلف وياه؟ انا اختلف معك. كل حلول كل فردي. كلندري مو مرشح للفردي. انا كلمت عن الفرق في مجال منتخب البحريني يعني لا زال في منافسه الفرق لا زال في الفردي. انا اقول فردي 90% فردي. يخدرنا احنا نشوف اللي يخاف. عرفت قال احنا شو اقول له عشان اطمنها. لا هو كلام صحيح. منال مع هيرا عدت، جي بانكسر دخل الفحص مع الأوائل وقلنا الحمد لله بيعدي الموضوع لكن ما صار. أقول لك حسافة على جي بانكسر، أقول لك الحمد لله على السلامة، ولا أقول لك ما كان لازم يطلع. أعتقد الكل شافه الحصان اليوم. ما ببالغ وايد بس لأن الحصان اليوم يصير أنا أبالغ عنك؟ لا أنا خاصة عن الحصان. إيه يصير أنا أبالغ عنك عن الحصان؟ أعتقد الكل شاف يعني ما بس ربعنا العالم كله شافته يعني اليوم كان أنا كوني أنا راكبة كوني أنا أعرف على الحصان بس اليوم يعني كان ما بيخسر من الأربعة الأول. كان واضح من اللي أدى هاي رقم واحد. رقم اثنين يعني بالنسبة لي أفضل أنه كان هاي السبب خارج عن الإرادة يعني ما أعرف أصلاً حتى يعني لو ما استبعد كان ما بيقدر يكمل صح؟ لا يقدر شو ما حتى بالجرح؟ هو ترى الجرح اللي فيه مو بوايد سطحي؟ سطحي بس هما قالوا لا في دم خفيف وخذوا عليه قرار يعني يخبر شوية متشددين لأن بطولة عالم يبون أيزل على الفارس أو على الحصان يعني ما كان مفروض يطلع صح؟ ما كان لأنه جرح بسيط. أيدنتك كنت بتعور أكثر؟ أنا يعني خلاص بصبر يعني جايين نكمل إيه يعني كنت كنا. يعني اليوم بنسوي المستحيل بس ما الله كتب بس الحمد لله. بس ما أعرف إذا بتصدقني إذا قلت لك إن أنا هالسنة مو زعلانة كثر قبل سنتين. مشان سمن أجا جي بانكسر؟ وأنا قلت له شمس بعد عن جي بانكسر. صح. الواحد لا يتكلم في شيء ما يعرف. يعني الحين بقينا على هيرا. هيرا اللي كان ما حد حطها في باله واللي يمكن كانت آخر خياراتنا كمتابعين واللي ظل متصدر. عمر من اسبانيا. عمر عمر الو سوري. اما عقب كل شيء صار مع كالاندريا فسمو الشيخ ناصر قرر يسحبها. What happened with Calandria today? I don't know. You should know. Don't tell me you don't know. You have to know what happened with Calandria. Yeah. Calandria is tired.
In the first loop half new seat, I don't know what is the name in English. It's a problem for the muscles behind. Yeah. For this condition, all the race is not possible go well with the heart. Not the day for the mare. I think she's one of the best horses in the world. This is not doubt. Not today. I think that the mare is well for the race. I believe with the mare. But when you go in one race, one small thing, it's possible to change all the conditions, you know. Sometimes you bring one horse more skinny, no muscles. When you put 80 kilo or 78 kilo, not the same you put 70, okay? You need muscles for support the weight. And I think this, for me, the condition for the mare is very good. But I mistake. I don't know what happened. So you're going to figure out what happened, or you will just not know? It's hard to know. I don't know what happened. The mare not good. Second answer, or want to stop. Prefer to keep the mare for another race. For me, it's a good decision. كان لي حديث مع اسمه الشيخ ناصر من عقب ما غرغ يسحب فرس من السباق، والفرس كالندريا متابع عنه وعرف الفرس شو امكانياته وشو كان غلطها اليوم. تكلمت مع الشيخ ناصر وقلت له وجهة نظري في الفرس، شو اللي كان المفروض يستوي، شو اللي استوى، وفي المستقبل شو المفروض يستوي. فالشيخ ناصر أدرى بهالأمور. المرحلة هذه ترى حاسمة، كان يا نكمل النهاية السباق يا نكون خلاص خارج الحسابات. عارفين اليوم ايش مشكلتنا؟ اليوم عندنا 6 مراحل او 5 مراحل، 5 مراحل غير 6 مراحل، اللي مزعجني يعني اللي يخوفني اكثر في 6 مراحل. عندك 5 مطبات تطب عليك، يعني عندك 5 مطبات تعدينها مو مطب واحد. في 5 سباقات عندك 4 مطبات. في المراحل 5، في 6 مراحل عندك 5 مطبات. الجزائر والأرجواي وراهم عمر من إسبانيا في المجموعة الأولى اللي يقودها بارمان وهالة بعد ما طلع خيل F3 في الفحص. وقصة بارمان قصة من خيل مو موجودة في الليست، الخيل متصدر المرحلة الخامسة عقب ما انصابت فرس إسماعيل، صار برع الحسابات لين قبل فحص المنتخب الإماراتي بثواني. اللستة محمد بينك وبين F3 حاليا صح؟ والله بعدنا. هذا هو يعني كمدرب أكيد طبعا تعبان على خيله ومجهز، إنه هو للأمانة ما قصر في الراسين اللي عنده. ليش ظليت على خيار واحد فقط؟ شوفي كفريق أنا عطوني كرسي. عطوك؟ كرسي يعني رايدر. شفت شلون خليته حق اسماعيل بس خيار واحد، الحين خلاص راح الخيار وطلع من اللسته. لا الفرس اللي عنده هي المرشحه، يعني الكل يدري انها تعرضت لاصابه. فاللي اقصده انه يعني اسماعيل كان الوحيد اللي دخل بفرس واحده بخيار واحد من بينكم، انتم كان عندكم الخيارات. هذه لا هنا الافضل. سمو الشيخ محمد بن راشد وجيف، سمو الشيخ محمد بن راشد قادرين يجرون السباقات وقادرين يجرون خيلهم اللي هي جاهزه. فبالتالي ما انا اقول لك يا اسماعيل لك حصان، يا محمد لك 3 ولا لك 2. اعتقد انهم شافوا من هو الجهازيه وين موجوده وفاضلوا بينهم وخذوا مثل هذا وزعوها بتوزيع اللي هم يشوفونه انسب حق منتخبهم. يا خير الحين خلاص ناموس بيدخل خيلي. صدق؟ زين حلو في اللقاء شوي خير عليك. الله يخليك. ها؟ أنا أسمع من البيل والناموس والضحكة قلت الحمد لله. دخل من الحين؟ برمان. أوكي. سي بي إيش فعله؟ حصان بطل.
انسان بطل، صح انه ما شارك العام لكن اتمرن ويا الفرس. فرس ما له نصيب، ما له نصيب، لكن واحد يقول الحمد لله. صان اسماعيل انا اركب، انا رايدر. صان اسماعيل في البلاد توب 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 توب، لكن هني ما تجرب في ولا ريس في اوروبا. اول مراكيضه كان وان ستار سابق عندنا في السنبار، بس من عقبها في اوروبا ما اركب. بس كان مهم ان اسماعيل فعلا يشارك. الاسم اللي دخل اسماعيل كنتوا حاطينه من ضمن القائمه؟ لا، من القائمه المرشحه وليس القائمه النهائيه. من الفيرست انتريز تحصل اللي هو النومينيشن ليست. يس اوكي. انزين، وهم اصلا عايل على اي اساس رفضوا في البدايه الاف اي اي وانتم خاطبتوا واللجنه هنا؟ الاف اي اي كان عندهم وجهه نظر، يعني قروا القانون بطريقه هم كليجل ديبارتمنت عندهم قراءه، لكن لما بينا لهم الامور الغلط رب ضرت النافعه. إيه؟ لانه استبعدوا فرس كانت جدا ممتازه، له بار ما كان حطه من الاساس. خلينا نكون واقعيين، انا اليوم كمدرب وعندي خيارات مجاهه تحت يدي، ما بحط سبير، بحط اساس، ولو اذا بحط سبير بحط السبير الاساسي اللي موجود. اللي متردد في اسماعيل ان الفرس محصل اشتراك جاهزه والحصان محصل اشتراكات خفيفه. المجموعه اللي قدام وصلت الغريه، واذا طافت هاله تعرف محمد اذا اخذت هالبطوله شنو بيصير؟ الامارات ولا البحرين؟ انت مو بس الامارات، انت ليش؟ اعتقد بتنهي كل كلام ينقال في ان محمد السبوسي مو خبره في 160. منو هاللي يقولها؟ وايد اللي يقولون هاي الحكي. هذيلا مش متابعين فيها، هذيلا يمكن متابعين كرة قدم. فايز كان شيخ محمد 160 بطولة عالم، مو خبرة 160. لا لا، نتكلم، انت تقولين خبرة 160، ترى كاس شيخ محمد 160. احنا بنروح حق الخبرة. خبرة السباقات ال 160 قدم مو بشيء بسيط. تكتيكاتها وتمارينها جدا مو بسيطة. أنا كيف أوصل حصاني حق سباق كبير 160 قدامه؟ ما بالك إذا أنا أوصل حصاني في 160 وأسوي نتيجة. وهذه لعبة إسماعيل؟ هذه لعبة إسماعيل محمد. محمد السبوسي لا؟ محمد السبوسي ما أقلل من شانه، بالعكس مدرب كبير عنده نتائج طيبة في سباقات 160، بس كمحفل كوزن بطولة عالم ليحين محمد السبوسي ما أثبت. محمد محصل كأس العالم الجونيور مرتين في نفسه. يعني إذا أنا بقول يوم من مجربين الإمارات 160 بطولة عالم، محمد السبوسي ولا إسماعيل بتختار محمد؟ شوفي بقول شيء، ما في مقارنة بين المدربين. سيدي صاحب سمو الشيخ محمد قد قال كلمة، وهاي الكلمة لازم تنحط بذهب حق كل مدرب وكل فارس. قال هن الخيل يعدلنا ويخلينا شاطر وعرافين. الخيل هي اللي الأساس مش المدرب. خيل سبوق عندك بتوصل، خيل ما عندك مو بسبوق ما توصل، مش المدرب. يعني مع كل احترامي المدربين كلهم عندهم كفاءة، كلهم عندهم خبرة، مدرب قديم ولا مدرب جديد، عندك خيل سبوق بتوصل، ما عندك خيل سبوق ما توصل. عمر عدى وتصدر القائمة، لكن هالة وبرمن عدوا بعده بثواني. ما شاء الله على هالة. ها؟ امس اقول لك صح؟ امس قلت لك صدق ما شاء الله عليها. الحمد لله. وكفو ان هي اللي قدرت تصمد حتى الان. الحمد لله. الحمد لله، قلت لك الحين فرس حاطين الامل عليها. فرس يعني فاحمها وتمارين وها كل يعني عادت لنا المشي. والله شكلها هالة بتكون يعني بتثبت ان هي خبره في 160. والله بتثبت ان محمد السبوسي خبره في 160. هي الفرس ومحمد، محمد ما بيركضها ما بيحطها، فهل محمد مخصصنها؟ محمد ما يشارك بها في دبي. اي ما يشارك، مخلينا حق بطولات. عقب دقيقتين ونص وصلت هيرة، طافت الفحص في اقل من دقيقتين. صج بطله هيرة ومنال، اول ما حكوا صامدين بطريقة، وإحنا ننتظر تعرفون ألف سيناريو شنو بيكون حظ هيرة في المرحلة الأخيرة.
انصدمنا انها ما عدت اعادة الفحص قبل اخر مرحلة. اللي اجته للمرحلة الخامسة كان اصلا فوق 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 مما كنا احنا نتوقع من هيرة. والانجاز اللي سويته في بطولة العالم ترى هذه الفرس هيرة يعني الشيخ اللي اكتشفها ترى. تذكر اليوم في السباق اللي ركبتيها وكنتي يعني داشة مو حق منافسة؟ ايه اللي 120 صح؟ بالضبط صح. ايه هني كان اليوم اللي اكتشفنا في هيرة صح؟ صح. اللي اسمه الشيخ ناصر اكتشفها هني حق المسافات طويلة ما قلت لك حق 160 شاف ان هي الفرس فيها قوة حق 160 يعني ما ياب راسها 120 كانت ولا شيء اصلا. بالضبط هاي اللي قلت لك كل من عارف ان هاي الفرس ولا شيء. ايه واعتقد ما اعتقد يمكن سويت مقابلة ويا كذا شخص قلت اوه هيرا ايه اكيد ما تكون هيرا وشوف سبحان الله اللي سمدت لي اخر شيء هيرا بطلة يعني انا توقعت هالشيء منها انها بتواصل وتجاريهم جاري الامارات والاسبانيين والفرس تقدر ما شاء الله عليها يعني اليوم اثبتت لي ان هي تقدر. تعبتك اليوم الارضيه لان يعني اعرف ان هيرا كانت متعوده على ارضيه ثانيه مو بنفس هاي الارضيه. بالعكس استانست اليوم هي تمللت من البحرين يعني هي معروفه في هالشيء في البحرين يعني في تمارين تملل فهاي شيء وايد ياثر على مستواها فاليوم احسها استمتعت على الاجواء على البروده على الامطار في البدايه الارضيه ما كانت صعبه وايد يعني الارضيه فلات فقدرنا نروح على نفس السرعة اللي سويناها في البحرين. كنتي متوترة طول المراحل كنتي تحسين بمسؤولية وايد عودة. أكيد أكيد يعني أنت في النهاية تبين تشيلين علم بلادك تتمثلين البحرين فحاولت أني أبذل يعني كل مجهود عشان أوصلها لخط النهاية لكن ما حالفني الحظ لكن الحمد لله على كل حال. المرحلة الأخيرة نقدر نقول انحصرت بين ثلاثة أو إذا صارت مفاجأة والحقوا اللي ورا عليهم ما ظن الصراحة عمر بيخليك. ليش؟ قوي نو عمر الأسباني ايش يعني؟ هو قوي؟ أنا قوي بعد وياه مو بروحه قوي هولا يعني أقوى؟ بتكون أقوى. النقطة اللي كانت قبل القرية كان سالم ومنصور بروحهم يعني إنهم رفعوا البيس وتخلصوا من عمر والصج صاروا أقوى. أنتوا عطيتوا الأسبان البيس اللي هم يبونه تذكر يوم قلت لي صح البيس اللي ممكن يعجبهم البيس اللي ممكن يخدم خيلهم بس مو هاي اللي صار. لا لا سوينا إحنا أربع مراحل خلينا على بيس هم اللي يبونهم. They are used to run faster. Our horse he never run so fast like today. And I tell my riders that you go with them if you see something that we cannot afford. جالنا اتصال سيد الشيخ حمدان اننا خلاص عندنا خيلين لازم اني يروح وينصار الصج؟ ايه جالنا اتصال والحمد لله يرينا قلت اخوي محمد خلنا نسوي بيس لازم and the horse was handling very very well until 28 per hour but after it was a moment that they put the horse at 35 and our horse honestly they kick with it. تعدينا 30 35 قالوا لي تعدينا 30 ما كنت انتبه على الساعة كثر ما كنت انتبه ان نعطي كل اللي عندنا من خيل ومن رايدر انجبرنا نسويه المرحلة الأخيرة عسب نخف الضغط اللي يكون علينا ولا أن نضغط خيولنا تحيدينا لأن نضغط خيولنا هنا آخر كم كيلو يستوي القلب ويستوي هذا فمن الأفضل إذا نحن خيلين هذا خيل واحد من الأفضل أن نتخلص منه بدري نوصل هنا ونحن مرتاحين. لا تنسي أنت عندك فحص قلب عندك تروت لجنة وايد سيدة. المرحلة الأخيرة خيل إسبان خيل جمعة قال لي سوين لا تخاف من الحصان جمعة بيبند وفعلا 5 كيلو بند ما شاء الله عليك محمد مع أنه ترى يعني كل من مو كان متوقع أنه بيبند ماضي حصان شيء يعني
انا مطلع على الخيل اللي بتنافسني وعارفه زين ما زين وعارف شو معطيها وعارف شو مسويها. حتى كنت اقول حق اسماعيل يا رب يصير بيبنف بالحصان، هذا حصان معطيه انه يبنف. فالوقت ما جانا الامر ان نسحب البيس، سحبنا البيس، الحصان ما كمل معانا اللي هو خلاص وقف. محللين كرة قدم هاتي يا عيب ترى عندي برنامج كرة قدم بعد بعد ما شاء الله يمكن متلخبطين لا بس الحين اللي قالوا حمد السبوسي بطولة عالم 160 الحين اكيد بيقولون خصوصا مع هذا. شوفي قلت لك انا كلمة سيدي صح يقول شيخ محمد هي اللي تدري الخيل اليوم عندك خيل تقدر عليه 160 هي اللي توصل الدرجة هالة بتوصلني بتوصل أي مدرب العالمية. وعلى العكس بالعكس يعني خالفت آراء وايد أشخاص عن هالة بحكم إن إحنا فعلًا شفناها قبل سنتين بس شفناها في 120 بس هي أثبتت إن هي مو فقط بطلة 120. شوفي أنا كنت الله حق كنت شوي متخوف لأن الفرس أول 160 أول مرة ينحط عليها 75 كيلو 75 مش شوي الفرس متعودة تركض في الجونيور في 120 مركضة أكثرهم في الجونيور كانت يعني كلها أوزان خفاف فأول مرة تحمل الضغط هذا 160 و 75 كيلو لكن قلت أنا محمد نظرتي فيها يمكن شيء ثاني فرس الفرس لونها صغيرة يا غير إنجازاتها كبيرة يعني تاريخها اللي مسويت لنا هي كلها في ريسات كبار ثقة في المدرب إنه يدخل ثلاث دقائق الخيل ثلاث دقائق والخيل يفحص في الأربعين في الأربعينات يعني كامل جاهزية أطول البطولة حقها وماخذين الشيء جدي. إسماعيل أقنعتك هالة اليوم؟ ما شاء الله بدعت صراحة بدعت في قلبه وفي السير أكثر من نظرتك أمس. أنا ما قلت شيء أنا ما تطلعين أنا ما قلت عن هالة على السوي مشاكل يا محمد لا قلت عن شو قلت ليش أنا بس يمكن حالها حال محمد السبوسي مو خبرة في 160 يمكن شوي في الإعلام عنده شد قلت لك محمد ما الفرس الا واضح قلت لك ترى انا ما نسيتها لا تسوي مشاكل ويا محمد الحمد لله ان قدروا يدخلون برمان في اخر لحظه يعني حتى كنت اقول لاسماعيل يوم الفرس اسماعيل كان مصر يبيع الفرس حتى على اصابتها كان يبي يشارك الحين قلت خيره انا قلت له خيره يمكن ما كانت بتأدي نفس برمان لا بتأدي فرس سبوك فرس سبوق وما عليها غبار اللي متردد في اسماعيل ان الفرس محصل اشتراك جاهزه والحصان محصل اشتراكات خفيفه توقعت ان برمان بيوصل على كلام المدرب ان الفرس اجهز من برمان اذا برمان هذا اداءه فيعني فضول اعرف كيف كان بيكون اداء الفرس سبحان الله وثاني شيء هاي التوفيق من رب العالمين برمان يعني ركبته يمكن أربع مرات خمس مرات في البلاد كلي ثقة فيه في كل الريسات بس ما أدى مثل ما أدى يعني اليوم أدى أداء حق صدق كأس العالم قصج بين هالة وبرمان لو ما دخلتوا مع بعض كان من فيهم يقدر يقف الثاني ما أعرف أنا
سالم جملتك بنحطها بين قوسين ما عارف. لا لا ما تنحسب شيء. تنحسب؟ لا لا ما تنحسب شيء. نحن لا 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 مستحيل. ما في ما قدم بعض. ما أعرف. أنا قلت الفرس واصل مخزونه يمكن 60-70%. الفرس. مارو محكم لك. هالة ما طلعت. هالة ما طلعت اللي عندها. برمان ما طلع اللي عنده. إيه فأنت تفترض أن لو طلعوا اللي عندهم من بيطوف من. ما تقدر مستحيل. هذا يعرف هذا وهذا يعرف هذا حتى الخيول تعرف بعض. سالم بطل العالم. هذا آخر آخر طموح. بس خلاص قول فزنا بس خلاص يعني. شو تبغى غير؟ أنا لو يقول الحين ما بتركب ريس بقول ما. يعني تعالي وانت صيا. يلا تستاهل. انسوا كل شيء شفتوه وسمعتوه وركزوا معاي بس شوي. كنا نبغي نفوز، هذا شيء اكيد. ان نحن واحد وفريقنا واحد مثل أكيد. ما مثلنا دولة الامارات ترى نمثل دولة البحرين وما قصرتوا. ما علي عاد، بس بعد احنا نبغي نفوز ترى السنة الجايه. لا زعلانين ولا محبطين، تعودنا مع سمو الشيخ ناصر ان ما في شيء مستحيل. والله ما أقول هالكلام مجاملة ولا عشان أشجع البحرين، بس لأن هذه اللي شفتها في عيون كل الموجودين. وأشكر شيخ ناصر بن حمد. والله هي إن يعني دمعة بتنزل إن نزلنا في التراك، وقف سيارة نزلنا في التراك، أول واحد ينومسلنا قالنا الناموس وما قصرتوا بيضوي. بس غير ذي أعرف إنكم في كل سباق تنتظرون مني تحليل، ليش وش صار وشنو العذر وين الخطأ، بس ما كان عندي شعور إني أبغي أسأل هالسؤال، بس غيري كان عنده كلام. أنا ما بقول شيء، بس أبغيكم أنتوا تسمعون هالكلام. هو أولاً بطولة العالم ما سميت بطولة عالم إلا لأن أفضل خيل العالم وكل الفرسان يطمحون إلى الفوز، وكل من يبغي يصير بطل عالم هذه ما حد يختلف عليها، فالكل مقبل على هالبطولة في كامل جاهزيته، وحتى إحنا كنا جاهزين 100%. وأنا قلت لك العام اللي بيصير في بطولة العالم ترى ما لنا عذر، إن فزنا أو ما فزنا ما لنا عذر، وصحيح ما لنا عذر، ولكن الظروف هذا اللي صارت معانا. هيرا طلعت في الرينسبكشن كانت في المركز الرابع، وجي بانكسر لولا الزلقة والطيحة طلعوا بسبة الجرح كان بيكون بعد في المنصة، وفي نفس الوقت المرشحة الأولى كالندريا معاي انسحبت من السباق، وأنا سحبتها شخصيا من السباق بسبة أن الفرس مختلة، وهذه عادة الأفرس ما دائما ما يوصلون إلى السباق وهم في كامل جاهزيتهم، ولكن الوعد أن لي صولات وجولات مع هذه الفرس بالذات، ووعدكم هذا الوعد، وفي نفس الوقت بطولة العالم فايزينها الحين ولا بعدين، هذا الهدف وهذا اللي راح يصير بإذن الله. نرفع رؤوسنا فوق ونواصل على شغلنا، ترانا على المسار الصحيح، وما في أي مجاملات وما في أي قصور مع فريقنا، بالعكس ومصداقية فريقنا 100% من ناحية المدربين والمساعدين والفرسان والخيل. الله يوفق البحرين إن شاء الله، والبطولات الجاية بين غالب ومغلوب.